بالك يا ريا، انا ما اعملش حساب غير ليكي، عشان شجاكي وتعبك اللي هيروح هضر ده. عايز ايه يا ابو العيد؟ ان كان عليا علي ما عايز حاجه. امال وقف لي الوقفه دي ليه؟ حسب الله، حسب الله اللي عامل لي فيها معلم، وقاعد من غير شغله ومشغله، وطول النهار يبحلك في النسوان اللي رايحه الجايه. بحلقت ابن نسوان ايه؟ انت متخرف يا ولا؟ بخرف ايه؟ عم يبحلك في الست اللي ساكنه قصادنا، واحنا ما عايزينش مشاكل مع جيراننا. بالك انت جوزها لو داري هيقطع رجلته بالسكينه. ايوه عليك، انت جبت الكلام ده منين يا ولا؟ ما انا بقول لك اها، انت رايحه جايه طول النهار شجيانه، او قدك وتعبك رايح للجير المعلم اللي هيخبص من وراك. انا لما شفتك جديد ما رضيتش تسيبك على عماك بنور. نورت يا اخويا، ومين دي اللي امتص في نواضرها اللي بتبص لها؟ انا ما قلتش ان هي اللي هتبص له، هو اللي هيمحلق لها طول الوقت بعينيه اللي عايزين يتخزبوا. ايوه قاعد يلف في سجاير ويشرب القهوه وشال وخمره من تعبك وشجاتك، وعامل لي فيها معلم قدام الولدين. عارفانه بقى لو بقيت معلم والف دخان زيه واشرب قهوه وخمره زيه، اقدر اوقف عند حده وما اخليهوش يتوارب، وتفضل عيني عليه طول الوقت. اجري يا ابو العيله، اجري روح اشتغل يا ابو العيله، انا دماغي مش ناقصه. معلم ايه وهباب ايه وحسب الله ايه، انا كفايه عليا دماغي اللي بتزن ورجليا اللي مفقفقه قد كده من الراحه والجاي. اجري يا ابو العيله. اختي يا اختي، انا قلت نفهموكي ونفطموكي، بدل ما الفاس تقع في الراس وتقول يا ريت اللي كان مكانش، انا قلبي عليكي. عليكوا على اللي جابوك بدري. عايز تعمل معلم؟ عايز تعمل معلم يا ابو العيلة على ثلاث نسوان، امك واخواتك الاثنين؟ ان شاء الله تخيب اكتر ما انت خايف. ما عشان انا اخوكي لازم اخاف عليكي، وقلبي يبقى عليكي وحابي عليكي. فاكره زمان؟ فاكره زمان حفال الدقيق اللي كنت عسرقه ليكي؟ ده كان كله تراب. يا لهوي! بس بلا عيد ربنا يغفرها، بلا عيد ربنا يغفرها، بس بلا عيد ربنا يغفرها، بس بلا عيد ربنا يغفرها. تضرب ناني؟ طب انا بتحب الضرب. قومي يا اختي قوم، امك هتاكلني لو انت هفا. اوعى انت وهو. اوعى يا حرمه، اوعى اوعى اوعى. انا هس على هس على. بتضرب مره يا جعير؟ بتضرب مره؟ بتضرب بتضرب وليا يا دردل، بتضرب وليا يا دزمه، تضربوا ليا اللي ما عندكش نخوة؟ ها؟ بتضربوا ليا؟ تضرب؟ ها؟ عامل فيها رادل؟ قرف